بسم الله الرحمن الرحيم. المكتبة الصوتية لمعالي الشيخ الدكتور صالح ابن فوزان الفوزان. حلقات من أحكام القرآن الكريم للشيخ صالح ابن فوزان الفوزان. تفسير سورة آل عمران. الدرس 33. بسم الله الرحمن الرحيم. الحمد لله رب العالمين، صلى الله وسلم على نبينا محمد على آله وأصحابه أجمعين. نواصل الكلام على الآيات، وقد انتهى بنا القول إلى وسط الآية: ولا يحسبن الذين كفروا أنما نملي لهم خير لأنفسهم. قال تعالى: إنما نملي لهم ليزدادوا إثما، أي إنما نمهلهم ونمدد لهم في الحياة وهم على الكفر من أجل أن يزدادوا إثما ويزداد فتزداد عقوبتهم في الدار الآخرة. إنما نملي لهم ليزدادوا إثما، أي بالمعاصي والكفر، لأنها تسبب الإثم. هذه حكمة الله جل وعلا في أنه يمهل أعداءه ويمهل الكفار وينعم عليهم ويعطيهم. الحكمة في ذلك أنه يريد سبحانه وتعالى أن يزيدوا من الكفر ومن النفاق ومن الأعمال السيئة حتى تشتد عقوبتهم، فليس ذلك من صالحهم. لئلا يقال نحن نرى أن الله ينعم على الكفار، دل على أنه يحبهم وأنه راض عنهم، ويقال إن الله زوى الدنيا عن المؤمنين وأصابهم بالفقر، فهذا يدل على أنهم ليسوا على حق وأن الله غاضب عليهم. فهذا فيه جهل بحكمة الله سبحانه وتعالى، فإن الله سبحانه وتعالى إنما يمنع نعيم الدنيا عن المؤمنين من أجل أن يوفر لهم الأجر في الدار الآخرة، وليسلموا من الفتنة. وإنما ينعم الكافرين من أجل أن يحرمهم من ثواب الآخرة وينسيهم الآخرة بملذاتهم وسرورهم، وينشغلوا عن العمل للآخرة حتى ينتقلوا إليها وهم مفاليس، نسأل الله العافية. ولا يحسبن الذين كفروا أنما نملي لهم خير لأنفسهم، إنما نملي لهم ليزدادوا إثما. قال الله جل وعلا: ولهم عذاب مهين، لهم في الآخرة عذاب مهين، فيه الهوان وفيه الذلة وفيه كل شر، ولهم عذاب مهين. فهذه عاقبة أهل الكفر بالله وبرسوله صلى الله عليه وسلم: إنما نملي لهم ليزدادوا إثما ولهم عذاب مهين. ثم قال سبحانه وتعالى: ما كان الله ليذر المؤمنين على ما أنتم عليه حتى يميز الخبيث من الطيب. هذا معناه أن الله سبحانه وتعالى إنما يجري الابتلاء والامتحان على الناس والشدائد والكروبات، كما حصل في وقعة أحد، إنما هو لحكمة عظيمة، وهو أن يتميز الصادق في إيمانه من المنافق الكاذب في إيمانه. ولو ترك الناس على ما هم عليه ولم يجري عليهم امتحان لم يتميز هذا من هذا، لأن الناس لا يعلمون الحقائق وما في القلوب. فالمنافق يتظاهر بالإيمان ويعيش مع المسلمين، يصلي ويصوم ويعمل الأعمال في الظاهر مع المسلمين، فلو لم يكن هناك امتحان ما تميز المنافق من المؤمن الصادق. والناس لا يعلمون، ليس لهم إلا الظواهر. الله أراد أن يبين للناس صدق الصادقين ونفاق المنافقين بما أجرى من الابتلاء والامتحان في وقعة أحد.
ما كان الله ليذر المؤمنين على ما أنتم عليه حتى يميز الخبيث، يميز يعني يفصل الخبيث من الطيب، الخبيث المنافق والطيب هو المؤمن، ولا يميز هذا من هذا إلا الابتلاء والامتحان من الله سبحانه وتعالى. ولهذا قال: وما كان الله ليطلعكم على الغيب، ما كان الله ليعطيكم العلم الذي تطلعون به على القلوب فتعرفوا المنافق الكاذب من المؤمن الصادق، هذا إنما هو لله سبحانه وتعالى، لا يعلم الغيب إلا الله سبحانه وتعالى. ثم قال سبحانه: ولكن الله يجتبي أن يختار من رسله من يشاء، ولذلك اختار لكم هذا الرسول صلى الله عليه وسلم ليدعوكم إلى الله، فيجيبه من يجيبه ويخالفه من يخالفه، فهو ابتلاء وامتحان للعباد. فآمنوا بالله ورسله، هذا أمر من الله جل وعلا بالإيمان بالله والإيمان بالرسل. والإيمان بالله يعني الإيمان بوحدانيته سبحانه وتعالى وبكماله وباستحقاقه للعبادة. فالإيمان بالله يشمل أنواع التوحيد الثلاثة: توحيد الربوبية، وهو الإيمان بأفعال الله جل وعلا وأقداره وتصرفاته في الكون وأن ذلك له وحده، والإيمان بتوحيد الألوهية، وذلك بأن يفرد الله جل وعلا بالعبادة ولا يعبد معه غيره، والإيمان بالأسماء والصفات الواردة في الكتاب والسنة، وذلك بإثباتها لله عز وجل من غير تحريف ولا تعطيل ومن غير تكييف ولا تمثيل. والإيمان بالرسل، الإيمان التصديق برسالتهم واتباعهم والاقتداء بهم وقبول ما جاءوا به، هذا هو الإيمان بالرسل. ثم قال جل وعلا مبينا جزاء المؤمن: وإن تؤمنوا وتتقوا، تؤمنوا بالله ورسله وتتقوا الله سبحانه بفعل أوامره وترك نواهيه، وعطف التقوى على الإيمان مع أنها داخلة في الإيمان من باب عطف الخاص على العام اهتماما بها، فلكم أجر عظيم. إذا آمنتم بالله واتقيتم الله جل وعلا فإن الله عنده لكم أجر عظيم في الدنيا والآخرة، لا يعلم عظمه إلا الله سبحانه وتعالى. هذا، وإلى الحلقة القادمة بإذن الله. السلام عليكم ورحمة الله وبركاته.